السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رمزي زروقي من مواليد 6 ماي 1998، خريج مدرسة أجاكس أمستردام العريقة، ونجم نادي تيفانتي حاليا. يعني هذا اللعب اللي راه من المباراه للمباراه راه يزيد على بالك. هذا اللاعبين كان اللي يزيدوا من المباراه للمباراه، كاين اللي لعاب عنده مباراه اللي عنده لاج يحبس فيه، وكاين اللي يزيد، كاين اللي يزيد يطرطق. هذا زاد الطرطق، هذا شوف كيفاش عطاه المدرب، عطاه المنتخب الوطني الجماب الماضي، عطاه فرصه. شوف كيفاش رانا صايبينه، وكان قاعد يجي قاعد. الناس اللي راهم يقول لك انا مانيش ضد قديورا يستاهل باش يروح لكم ديموند، خاطش عليه قدموا، يعني وين قدموا واجب الوطني، قدموا يعني بمعنى الكلمه في الرياضه. في الرياضه ماشي في رابط السلاح ولا رابط شعر ولا يسوق شعر ولا لا، في الرياضه انا على الرياضه وين قدموا يعني بمعنى الكلمه. اليوم نقولوا باللي اللعاب كيما هذا زروقي وين ابان على قدرات كبيره. زروقي اللي شان اشيون اللي جا قال لك لا عبد اللاوي، وقال ماشي عبد اللاوي، عبد الاله ولا بن غيث ولا ما شكون هذاك اللي قاعدوا يضربوا عليه باش اي هراوي راه جيبه. عرفتوا كيفاش يا سي قديو كيسموك اشيو؟ هذا مش عامل خطره. نقول لكم هذا اللعاب صعاب تكوني في انديه كبيره. هذو اللعابه اللي صعيبه باش تنتقده. واعر عليك، انا شوف شتا نهار الاول المباراه تاعها، امنوني وانا غارم لي كاين لي فيديو ماشي غير لا. قلت لكم هذا اللاعب التمركز تاعو، وشاهدنا كيفاش يوقف البوركينا فاسو بسبب التمركز تاعو. قاري عليه ماشي غير الله واقف، كان اللي يشوفو واقف يقول لا بارك. لا التمركز تاعو على بالك يجي قلبهم هاك ستادي قلبها هاك يوقف ويعرف كيفاش يتمركز. يعني اللي جاي في الوسط راه عنده، اللي جاي من راه في الحداده، يفوت له البوست عنده. عندنا كيفاش التمريرات تاعو الغير خاطئه، يعني كيفاش يسترجع الكرات، كيفاش يحطم الشعال من الهجمه، وين حطم الشعال من الهجمه. ما نهضرش بوركينا فاسو، نهضرو بوركينا فاسو وين شاهدناه ثاني في النادي تاعو اللي تفرج فيه والنامس. يعني كيفاش لعب، كيفاش قدم مستويات كبيرة، يعني قدم مستويات كبيرة وفازوا وفرحوا. يعني اللعاب لي عنده مستويات، لعاب لي الناس تقول بلي قديورة، يعني الجماعة أمنوا يا قديورة مسكينة عنده 35 عام. قديورة راني معاكم، قديورة ربع ساعة التالية 10 دقايق التالية باش غير يرد ويحطم باش يخسر اللعب. لادفيرسير كونو رابحين 1-0 برا، ولا ماتش دو باراج في مارس نكونو رابحين 1-0 برا، ولا نكونو رابحين 2-1، ولا نكونو 1-1، ولا باش نحافظو على ذاك المكسب تاع هدف تاع نقطة، ولا تاع 3 نقاط. دخل قديورة خليه يرد برك، في حال ما إصابة رمزي زروقي يعني مزاب صوالح. يعني قال احتمالات مليح قديورة، ماناش نقولو ماشي مليح قديورة مليح. سائل ماشي الناس يقول لك قديورة ولا غادي زروقي، غادي زروقي يقدم لك يوري لك زروقي نهار بوركينا فاسو كوم شي هو كنا غادي ندو 3 ولا 4. منعنا زروقي، منعنا من هزيمة نكراء، منعنا غير ربي. وان زروقي رقم صعب في معادلة الناخب الوطني جماب الماضي بعد ان فرض نفسه بقوة في التشكيلة الاساسية للخضر، والآن لعاب يحظى باهتمام كبار القارة، نتمنى له كل التوفيق. يعني اللعاب هذا نقولوا باللي اللعاب اللي قدم مستويات كبيرة، اللعاب اللي يعني وين أعطى اعتمادات تاوعو للمدرب صحيح لونترينير جماب الماضي باش يستغنى عليه ليق. ليق ماشي غير واحد يستغنى عليه، هي كيما يستغنى عليه كاش من هذا. لا نعرفوا بلي نقولوا بلي اللاعب كيما هذا باش تستغنى عليه، يعني لا كاش اصابه برك بعداتو ليك ناسيونال
كاش اصابه بعدات ولا اللي كيما صنع هذا مكان هذه اللي نشوفها كي بعض. بصح باش تجي تقول لي يا لو الشيطان الناس توما هذو اللي راهم يحضروا. شفت انا واحد يوتيوبر قال لهم قد يورا ولا يا ودي مسكين قد يورا عنده 35 عام قد يورا تقول لي يلعب بومبي راني معاك مكاش زروقي مكاش بومبي يدخل راني معاك يدخل 10 دقائق طويله منها يكسب منها 3 دقيقه ولا التغيير ولا يربح شويه وقت ويدخل يلعب يعني كاسير يلعب كاسير يلعب يعاون المحور يعاون المحور كيما عاون قديورة كيما زروقي وين خدم مع اللاعبين مع ماندي وراخر كانوا ناقصين خاط كاين بزاف قال لك نورمالمون كو يطلع لا المدرب جمع بالماضي الشاب اللي عنده بروبليم في اللاكس وكانوا ناقصين بدنيا ماندي وبالعمري يعني وين دارهم داروا يلعب معاهم داروا يتقدم لاعب يعني وهمي يعني في المحور لعب زياده وهمي ويلعب في الميليو تيرا يعني كما كان باك تعقلوا عليها كان يلعبها سعدان يلعب عنتر يحيى يلعب عنتر يحيى وحليش ويلعب بقديو بوقرة باكم لعبنا هذه الخطه لعبناها امام الانجليز باكم عاقلين عليها على هذيك نقولوا باللي يا ودي ما نتقلقوش كلش في وقته ان شاء الله بربي وكلش يجي في وقته الناس برك لا يتحرك برك الناس لا يتحرك هاي 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 لا كلش يجي في وقته صاحبي على اللي نقولوا باللي ودي زروقي اللعاب اللي نقولوا باللي زروقي اللعاب اللي قدم من خبراء هولنديين يشيدون به وذكر خبير هولندي يعني مختص في اخبار نادي تيفانتي ان اداء الدولي الجزائري رمزي زروقي تحسن كثير في الفتره الاخيره وهو ما انعكس على نتائج الفريق الذي نجح بالفعل في حصد انتصارين متتاليين وقال هذا الخبير في تصريحات تناقلتها الصحافه الهولنديه وان شاهدنا كيف تطور اداء الفريق في الفتره الاخيره اعتقد ان الاداء رمزي زروقي كان له اثر كبير وأظهر زروقي ردة فعل قوية رفقة ناديه منذ فراغه من الارتباطات الدولية رفقة الخوض حيث ساهم في انتصار على أندرلخت ثم في يعني الأمر الذي جعل مختصين يربطون بين تألق الدولي الجزائري وتنقله الأخير للمشاركة في لقاء المنتخب يعني المنتخب الوطني الجزائري أمام جيبوتي و هذيك اللي درنا معاها ماتش نيل تاعنا هذيك يسموها بوركينا فاسو اللي غادي ان شاء الله بربي راه جاي نهارهم هذوك فين هذوك ما نهضروش عليهم في كيسموها في نوفمبر عندنا هضره معاهم وحده اخرى كاع ان شاء الله بربي. المهم الفريق الوطني الجزائري وين كسبنا لعاب اللي عنده مستوى كبير لعاب اللي ابهر الهولنديين رغم ان هولندا وين تكسب نقولوا بلي تكسب مستوى تكسب مدرسة ولاعبين كبار اللي خرجوا من هذه هولندا يعني واش عندنا كيفاش لاعبين اللي المفروض كانوا يروحوا خاصة وين يروحوا البارسا يروحوا جوفنتيس يروحوا كاين لاعبين بزاف في انجليز يعني ما ننساوش يعني وين هولندا وين فينيك خزان هولندا نقولوا خزان كاين هولندا بورتغال فرنسا هذو خزان تاع انديه اوروبيه كبيره تاع انديه اوروبيه كبيره اللي مي تقولوا كيما روحوا حوسوا ديروا جوجل ديروا لا ريشيرش تاعكم وتلقاو واش رانا نقولوا لكم برك هذا مك على ذلك نقولوا باللي اليوم وين زروقي اللعاب اللي راه يلعب بطريقه يعني مذهله طريقه وين يعني وين قد وين راه يقدم في مستويات كبيره مستويات اللي نقولوا باللي في القمه مستويات في القمه هذه هي اللعاب هذا اللعاب هذا اللي ربي جابوا لنا هديه من السماء زروقي هديه من السماء عرفتوا الناس كيفاش يحاربوا النجاحات هذو الناس اللي يحاربوا النجاحات هذو الناس اللي يقول انا عقل اشيو خلي اللعاب يبان ماتش زوج ثلاثه هو في اول مباراه تاعه وين لعبها في زيمبابوي السبعة تاكل السبعة في اللعب والسبعة تاكل
شو كيفاش قدم مباراة لعب دخلها ومن بعد دخلها لنا كونت كونت بوتسوانا ومن بعد كونت موريتانيا كونت المالي كونت تونس يعني كونت جيبوتي كونت بوركينا فاسو قال لك اكواتك اكواتك قال لك اكواتك كونت بوركينا فاسو هذه هي رد عليك كونت بوركينا فاسو قال لك تربح